فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: ما حكم السوائل التي تخرج من فرج المرأة وإذا كانت ناقضة للوضوء؟ فماذا عليها إذا كانت جاهلة للحكم منذ 9 سنوات تقريبا، فهي لا تغسلها ولا تتوضأ منها؟ عليها أنها بعد ما علمت الآن أنها في المستقبل تستنجي وتتوضأ وصلاتها صحيحة إن شاء الله، واللي فات يعفو الله عنه. نعم. وهل هذه السوائل نجسة؟ نعم، اللي يخرج من الفرج نجس. نعم.